روحي المعنوية ويشجيني ويبهجني. البهجة جاية من شباب في كل حتة في العالم مشتركين في نقل مشاعر السعادة والطاقة الإيجابية إلى المجتمع. هذا الملتقى يعني للمرة الخامسة بقول عليه إن هو جايز يكون درة النشاط الثقافي المصري، والواجب إن المجتمع كله يراه ويرى داخله ويرى عمقه. أنا سعيد بوجودي مع هذه النخبة الرائعة من الشباب والشابات الذين استطاعوا أن ينقلوا جمال حياة الطلاب في إطار المسرح إلى المجتمع ككل، والمسرح الجامعي هو أبو فنون المسرح بعد ذلك. أهلا بيكم وشكرا يا عمرو، وشكرا للجنة المنظمة واللجنة العليا، وشكرا للسادة الحاضرين، وأتمنى لكم ملتقى يكون كله بهجة وسعادة. شكرا جزيلا.